السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي الغاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة معانا تسريبات قوية عن فيفا 2025. يا جماعة، فيفا 2025 يعني أول خبر رسمي من الشركة نفسها، من المطورين. الحسابات مش هتتصفر، اللعبة هتكمل معانا، يعني هيلزقوا كده 24 في 25 زي ما لزقوا 22 في 23 معانا. فيعني كده يعني رسميا اعلى اوفر في اللعبة، مش 99 ولا 100 زي ما احنا كنا ايه يعني فاكرين ان اللعبة هتنتهي كده. لا، لسه اللعبة ممتدة معانا. طيب هنشوف ايه التسريبات اللي احنا جبناها عن الاحداث الجاية. طبعا رسميا مارادونا هينزل في كايكون في 2025، يعني قريب جدا هنلاقي مارادونا نازل له كارت عادي ايكون هنلعب بيه في لعبة اف سي عادي. طيب وهينزل برضو كارت الهازارد. تاني حاجة معانا، طبعا هو هازارد، ايدن هازارد اللي اعتزل خلاص الكبير. تمام. تاني حاجة معانا دي الاحداث، تسريبات عن الست احداث القادمة بالترتيب، سواء السانشاين بولرز دوت ولا بولرز ولا ايا كان نطق اسمه، ومش عايز انطق اسم الباقيين عشان مش عايزكم تضحكوا عليا. ريترو ستارز طبعا عارفينه، كان جه في كذا موسم من فيفا ورا بعض. نخش على اللي بعده، دي لعيبة اللحظات اللي جاية بتاعت يعني آخر لعيبة أعتقد اللحظات هتنزل. تمام. بصوا بقى يا جماعة، الفتحة دي إن شاء الله بعد ما أخلص، كان اسمها مكافآت اليورو تقريبا، بعد ما أخلصها الأسبوع السابع منها هنفتح يا من 96 99 لاعب بيتباع، يا من 98 ل 99 لاعب مش بيتباع، بس ده لاعب من أفضل تشكيلة في اليورو، يعني أفضل 11 لاعب موجودين في تشكيلة اليورو. طيب اللعيبه دي اللي هي مين بالظبط؟ رسميا دي التشكيله لافضل لعيبه اليورو، يعني دي التشكيله خلاص، هي دي دول ال 11 لاعب اللي ان شاء الله هتلاقيهم يوم الخميس نازلين في الباكا دول. بس طبعا انا مش جايبهم حاجه تبع اللعبه، انا جايبهم حاجه يعني تبع الفيفا وكده. يعني دول افضل لعيبه اللي هيتحطوا رسميا: يامال، موسيالا، ويليامز، الومو، رودري، فابيان رويز، كوكوريلا، صليبا، اكانجي، ووكر، وماينان. طبعا كلهم لعيبة حلوين. انا عن نفسي هفتح من 98 ل 99، ما اعتقدش ان يعني حظ هيطلع حلو في التانية اللي بتتباع ديت. صح، يعني احسن يعني افتح من 98 ل 99 ضامن، يعني على اوفر ان شاء الله في اللعبة موجود. بعد كده ندخل في تسريبات حدث سانشاين بالرز ده، هينزل معانا لعيبة جامدة زي جيمس هالاند، سون، جوستو، ايه جوستو تقريبا، جريليتش، نكونكو، وميلنر، ومش عارف مين ده، وماديسون. ما علينا، الصراحة الحدث الأول كنت فاكره حاجة حلوة، بس من اللي أنا شايفه الحدث يعني مش عايز أقول حاجة مش تمام. يعني بصوا طاقات اللعيبة، طاقات يعني اللعيبة 98 تمام، طاقاتها عادية عادية بمعنى الكلمة. هالاند أو جيمس أو سون، طبعا لو عايزين لاعب معين وقفوا الفيديو عليه. نيجي عند اللعيبة من أول 97 زي جريليتش، يعني ايه تقول لي لاعب 97 ال دبليو زي جريليتش والتسديد بتاعه 89؟ معلش مين هيلعب بلاعب زي ده؟ يعني انت عندك كمية لعيبة أحلى منه بكتير. طب معلش ممكن تقول لي مين فيكم هيلعب بلاعب زي ده؟ ما علينا، نخش على اللي بعده. دي تشكيلة من حدث السانشاين بالرز، دي لعيبة هناخدها تمام مجانية، ناخدها نحطها في التشكيلة بتاعتنا، نلعب نمط التحدي، ناخد النقاط دي نروح نفتح بيها التوكنات دي زيها زي الشفشفتر بالظبط بالظبط، هي بالظبط. المهم طبعا هينزل حدث تبع الايكونز، انا ما فهمتش منه كتير يعني، بس هو احسن حاجة عجبتني جيرد دوت الاربع نجوم اللي هينزل، وهيبقى حلو قوي في المركز بتاعه، طبعا واحد من الملوك المركز ده. بس هيبقى في الحدث الرئيسي بتاعه هنجمع منها نقاط، تمام، هتبقى نقاط بدل نقاط الديفيجن ريفلز. الديفيجن ريفلز نقاطها هتتغير، تبقى هي نقاط التوكن بتاع الايكونز اللي نازلين دول، وهنفتح بيهم الباكجات دي عادي. هناخد المهم هناخد التوكن العادي بتاع الاحداث الرئيسيه وهنفتح بيه في الديفيجن ريفلز عادي، يعني ما بقيناش هنعاني ان احنا نلعب لازم نلعب مصنف بس عشان نجمع النقاط ونفتح بيها الباكجات دي، لا هنفتحها عادي. ويعني بس هو ده كل اللي انا قدرت اجيبه لكم النهارده، ما عادش في اي حاجه تانية حاليا. ان شاء الله في جديد هجيبه لكم بكره او بعده، يعني لما الظروف تهيأ لي، يعني
حاجة حلوة اقدر ابعتها لكم في فيديو ان شاء الله اوصلها لكم، وبس كده. ما تنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامة.